يعني الحاجة محمد ليها رجاء، وأتمنى أن تكون استمعت الأخت الكريمة اللي اتصلت من قبل، وأن تترك التليفون لكي يتم التواصل بينها وبين الحاجة محمد لأمر خير كما أشارت. بارك الله فيها. يعني سيدنا عمر كانت له أكثر من ناقة، ناقة نعم أو كانت له ناقتان، ناقة يعني مليئة باللحم نعم وناقة أخرى لم يكن فيها لحم كثير يعني، فأشار له سيدنا صلى الله عليه وسلم أن يذبح الناقة التي يحبها نعم ولم تكن فيها لحم يعني. ما هو هذا دليل، وهذا تأكيد، وهذا تطبيق عملي لما قلناه في صدر الحلقة، عندما قلنا إن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أشار إلى قلبه وقال: التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، التقوى ها هنا. إذا فالأمر مرده إلى أفعال القلوب وليس إلى أفعال الأبدان ولا إنفاق الأموال. سيدنا الحق تبارك وتعالى يقول: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. ومن الذي يحب؟ القلب هو الذي يحب. إذا فكأن الحق تبارك وتعالى وكأن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد أن ينبهنا إلى أن فعل الخير إنما ينبع من القلب. الأمر ليس بكثرة الإنفاق ولا بكثرة أن تكون البهيمة حاملة للحم، بقدر ما أن الأمر هو أن يحب القلب طاعة الله سبحانه وتعالى، وأن يكون مدفوعا بنفسه إلى حب الطاعة. لن ينال الله شحومها ولا دماؤها، ولكن ينال التقوى منكم. إذن فالأمر كله مرده إلى التقوى وإلى عمل القلب. ليس الأمر بأن أذبح شاة أو ناقة أو بقرة تحمل لحما كثيرا، بقدر ما أراد الحق تبارك وتعالى أن يطلع على قلبي فيجد أني راض كل الرضا ومحب لهذا الفعل. إذن فإن الأمر عند سيدنا عمر قد اختلط عليه، هل أقدم للفقراء كثيرة اللحم لأنها أنفع لهم، أم أقدم لهم ما أحب وهذا أنفع لي وللناس، ويعني سيكون فيه مظهرا إيمانيا أكثر، أيهما أحب وما أحسن؟ فلما ذهب ليسأل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أيهما أقدم، هذه تحمل لحما ولكني لا أحبها، وهذه لا تحمل لحما كثيرا ولكني أحبها، فأشار إليه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قدم ما تحب، لأن الحق تبارك وتعالى لا يريد منك لحما ولكن يريد منك التقوى في هذا القلب. فقدم سيدنا عمر ما أحب حتى يكون برهانا عظيما على أن في قلبه تقوى وفي قلبه حبا لله سبحانه وتعالى. وما تضحي به دايما، فكرة التضحية، فكرة أنك دايما تبذل الغالي لديك في سبيل من تحب، هو المعنى هنا. ولذلك إذا أردنا أن نتعرف على هذا الأمر تمام المعرفة، فيجب أن نرجع إلى جذوره التي ضربت في التاريخ لسنوات طويلة، وهي أن نتذكر قصة سيدنا إبراهيم وسيدنا إسماعيل. ما هذه القصة وكيف نشأت؟ عندما أراد سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام أن يقدم أضحيته ابنه إسماعيل كما أمره الحق تبارك وتعالى، حتى نعلم أن الإنسان إذا ما أحب الله سبحانه وتعالى وكان في طاعة الله فإنما يقدم فلذة كبده لله سبحانه وتعالى، وهو راض بهذا الفعل، مطمئن بالله سبحانه وتعالى.